الرئيس السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي. بتوجيهات رئاسية، القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. نائب رئيس وزراء أوكرانيا يعلن الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم، وبايدن يبحث ببروكسل اليوم خططا مع قادة أوروبا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، استهلناها بالإيجاز في التفاصيل. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتال بنت. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وافق مجلس الوزراء على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. كما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أولويات الحكومة حاليا هي العمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع متابعة المستجدات أولا بأول. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف العام للمشروعات وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة. يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحسين مستوى الحياة بالقرى والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم. ومن أبرز القطاعات التي يعمل عليها المشروع قطاع الكهرباء، الذي يشهد عملية إحلال وتجديد شاملة. في المجالات التنموية والخدمية تتواصل أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك في جميع قرى وتوابع مركز شبين القناطر بالقليوبية. ويشهد قطاع الكهرباء عملية تطوير شاملة، تدعيم وإنشاء جديد لشبكات الكهرباء في جميع قرى مدينة شبين القناطر، وده بيتم له آليات مختلفة، منها عملية الربط ما بين المحولات كلها وزيادة قدرات المحولات بعد دراسة الأحمال وزيادة في الأحمال في قرى شبين القناطر. وتقول الشركات العاملة بالمشروع إنها ملتزمة بالجدول الزمني والمواصفات القياسية. البرنامج له وقت، كل القرى وصلين حوالي 75%، والمعوقات مع الجهاز ومع المرافق الأخرى بنحاول نحلها في اجتماعات سريعة، وطبعا ما بقاش في وقت كبير نستنى ان احنا نحل، لازم نحل في نفس الوقت. وتجري عمليات احلال وتجديد واسعه في قطاع الكهرباء الذي غابت عنه يد الرعايه والتطوير منذ عقود. بنستعوض اعمده الاناره القديمه اللي هي شغاله بسلك هوائي باعمده اناره مسلوبه، تمام؟ الكابلات كلها هتبقى مدفونه، مش هيبقى فيه سلك هوائي خالص. افترض ان القريه جايه لها تغذيه واحده قبل كده، فاحنا بنحاول نظبط النقطه دي نخلي لها تغذيتين. في كرة مهمة بيبقى لها تغذية ثلاثة على حسب حجم الكرة، بحيث ان لو في لا قدر الله الكابل اللي داخل فيه مشكلة ما استناش لحد ما اصلح الكابل ده، ادخل عن طريق الكابل البديل.
وتحرص الشركات العاملة على تشغيل أبناء المنطقة التي تعمل بها. العمالة بتكون من أهل البلد، وبنأجر المعدات والنقل والكلام ده برضو من أهل البلد هنا. بنحاول على قد ما نقدر نحن نشغل الناس اللي موجودة في البلد، شغالين وكده وفي مرتبات وفي كده، مرتاحين في الشغل والدنيا هنا ظبط معانا تمام والحمد لله يعني. وعلى مستوى الجمهورية نجحت مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى في تنفيذ أكثر من 500 مشروع في مجال الكهرباء فقط. تحت الأرض وفوقها تتواصل الأعمال لإحلال وتجديد البنية التحتية لمنطقة تعاني منذ عقود الإهمال، لكن الأمل عاد مع المشروع القومي لتطوير الريف المصري. من مدينة شبين القناطر، محمود العزالي، النيل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من 1.5 مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. في سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع إلى السوق المحلي عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتا في كافة المحافظات، ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة. كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في كافة أنحاء الجمهورية. وشهدت المنافذ إقبالاً لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية
وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة. كل الخدمات وكل حاجة على أكمل وجه، ما فيش أحسن من كده، وأسعار في المعقول جدا في متناول الجميع. المبلغ النهاردة دفعته أنا ممكن أدفعه برا 3 أضعاف. منافس القوات المسلحة، ربنا يخلي الرئيس بينزل أسعار أرخص من برا بكتير طبعا. هناكل وندعي لهم والله، والبركة بقى في رئيسنا. والأسعار بالنسبة لنا هنا الواحد الفقير حلوة بالنسبة لي أنا كصنايع فقير، أجيب اللي أنا عايزه منه. أنا دلوقتي بتعامل معاهم على طول، لحمتي وخضاري وكل حاجة من هنا بصراحة. يعني الأسعار ما شاء الله أحسن من السوق، يعني بتقل عن السوق 20-25%، وده حاجة عظيمة يعني، وبعدين بتوفر علينا. حاجاتهم جميلة، واللي بيعملوه معانا الله يبارك لهم فيهم، اللي هم بيعملوه معانا يعني، وبيبصوا للناس الغلابة. لسه شايف الأسعار دلوقتي حاليا أسعار في متناول اليد الحمد لله يعني، بالنسبة للسوق حاليا يعني. والحاجة أرخص منها، فرق كتير قوي من سعر بره وسعر هنا، فرق جامد قوي يعني. انزلوا هتلاقي كل السلع متوفرة في الأسواق وفي المولات اللي تبع القوات المسلحة. كل المنتجات اللي بتحتاجها بلاقيها هنا وبأسعار أقل من برا. لا مفيش حاجة مش موجودة هنا وموجودة برا، كل حاجة أنا محتاجها في بيتي موجودة هنا. أنا كمواطن مصري بدور على أقل سعر. أسعار أحسن من برا بكتير بالنسبة للأسعار اللي أنا شايفها النهاردة. أسعار بتاعة القوات المسلحة واللي تدخلت فيها الدولة ممتازة، أحسن من التجار برا وأحسن من المنافذ الخاصة بمراحل كثيرة جدا. أنا بقول كلمة لوجه الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فضلا عن توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم توزيعها على 30,000 أسرة بكافة أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم. استقبل الرئيس الباكستاني دكتور عالف علوي وزير الخارجية سامح شكري، حيث نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعرب شكري خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ثم ترفض مصر أي إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة شكري أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لأن تسهم المنظمة في إرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية، موضحا أن مصر تؤكد من هذا المنطلق أهمية إيجاد حل وطني سلمي في ليبيا الشقيقة. وخلال اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن تتوسط الصين والدول الإسلامية في الصراع بين روسيا وأوكرانيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. كثيرة هي القضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومتلاحقة هي التحديات العالمية الحالية التي تكسب اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد ذلك الزخم والأهمية. بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية، عنوان عريض التأمت تحت مظلته اجتماعات المنظمة على مستوى وزراء الخارجية بحضور أكثر من 600 موفد. أود أن أقترح أن تقوم منظمة التعاون الإسلامي وخلال المناقشات بين وزراء خارجية الدول المنظمة أن تتوسط في حل الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسوف نناقش إمكانية هذا الأمر مع الصين من أجل وضع حد لهذا النزاع المتصاعد والذي في حال استمراره
سيؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم أجمع. ويبحث وزراء الخارجية سبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي وأهمها القضية الفلسطينية، حيث أدنى الوزراء استمرار الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما ناشد الاجتماع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة والجهات المعنية وشركاء المنظمة المبادرة بدعم الصندوق المخصص لتقديم الدعم الإنساني لصالح أفغانستان. وأعرب اجتماع المنظمة عن التضامن الكامل مع السعودية والإمارات ضد هجمات الحوثيين التي طالت أهدافا مدنية في الدولتين. وتعد منظمة التعاون الإسلامية هي أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزعة على 4 قارات، وتتخذ من مدينة القدس مقرا دائما لها، لكنها حاليا تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا مؤقتا للمنظمة. ونتحول إلى العاصمة الروسية موسكو، وكلمة لوزير الخارجية الروسي لافروف. هذا ليس لكم شأن بذلك، وبنفس الوقت عندما كانت العلاقات الروسية الأوكرانية في قمتها وفي أحسن أحوالها في عام 2013، ولكن كان هناك حل وسط لكي لا يتم يخسر السوق الروسية، فقد تم طلب من الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع الاتفاقية لكي يتم فهم ما يجري، فهم الوضع بشكل كامل. والاتحاد الأوروبي لم يفكروا بأوكرانيا وما جرى في الميدان، فكان في بالهم شيء آخر تماما. وعندما تحول الميدان إلى ساحة لسفك الدماء، وبعدها تم إجراء المفاوضات والتي شاركت فيها أوروبا وألمانيا وبولندا، وعندما سألنا الأوروبيين عن هذه الضمانات وكيف أنهم لم يستطيعوا بالضغط وإجبار معنيهم بالتقيد بهذه الاتفاقيات، فلم نحصل على شيء. وهذا الانقلاب الذي فعلوه فقط كان جزءا من العملية التي كانوا ينوون القيام بها. والانقلاب الذي على سبيل المثال في اليمن، وعندما هرب من هناك الرئيس هادي، ولغاية الآن فهم يعتبرونه وتجري المفاوضات على أساس بأنه رئيس ويطالبون بعودته إلى هناك إلى اليمن. أما في أوكرانيا فالوضع مغاير هنا، فكل من هو ضد الغرب ويود أن يبني علاقات الصداقة مع روسيا هم يرفضون هذا الشيء ويسعون إلى جعل كل شخص هناك أداة في أيدي الغرب فقط، ويسعون إلى طرد الروس من القرم، وقد أرسلوا إلى القرم مسلحين، وتم هجوم مبنى البرلمان هناك، وكل هذه الأمور أنتم على علم بها. وكل هذه السنين عندما كنا نتحدث مع زملائنا من الغرب لكي لا يسمحوا بوصول الوضع إلى هذا إلى سفك مرحلة سفك الدماء، ولكن فهم يقولون نحن نقوم بما يلزم، وكل شيء كان حتى وقت الاستفتاء هناك هم
يغطون على هذا الأمر ويلغونه، كل هذه الاتفاقيات التي قد بصقوا عليها ولم يعطوها أي اهتمام، أو ولكن مسألة أن حياة المواطنين الروس الموجودين في القرم كانت تحت الخطر، فهذا الأمر غير مهم بالنسبة لهم، ولكن كل ما يلفتون الانتباه ويركزون عليه هو أننا قمنا بضم القرم، وهم الآن هم تاريخهم يبدأ من 24 فبراير الماضي وليست قبل السنوات التي كانت قبل ذلك بكثير، ومعاناة الناس هناك والاتفاقيات التي تمت ومقترحاتنا بيننا وبين أوروبا، وكنا مقترحناه على الولايات المتحدة أيضا، وكل ما يتعلق بضمانات الأمن، وكنا دائما نركز على أن لا تقوم أي دولة بضمان أمنها وعلى حساب أمن الدول الأخرى، ومسألة أنهم قاموا ببعث نحو 120 من المسلحين 120 ألف إلى هناك، وبإجراء توتر وما سعوا إليه لكي تجري الأمور إلى ما آلت إليه الآن، وأيضا ما كانوا يسعون إليه إلى الهجوم على دنباس بأسلحة فتاكة وغيرها، فهم دائما يعرفون اللعبة بالكلام فقط ويتقنون هذا الأمر، وأيضا يقومون بإلغاء المراحل التاريخية ومسحها تماما وفقط يركزون على النقاط التي تهمهم. وفي عام 2014 أعلن ديمتري يارش بأن القرم لن تكون للروس وهي ستكون فقط لشوخيفش وبانديرس، ولذلك يجب القضاء على الروس هناك. وعندما أتينا بأمثلة لزملائنا الغرب عن كل هذه الأمور وتم تهميش كل هذه القضايا، فالقيادة الأوكرانية عندما تم سؤالها في إحدى المؤتمرات عن اللغة الروسية وتقويض حقوق الروس هناك تم القيام هناك بكل الأمور التي تقوض اللغة الروسية فقط، ويتم هناك دعم سياسة القومية العنصرية والنازية الجديدة. ففي العام الماضي عندما سئل الرئيس الأوكراني حول اللغة الروسية والروس، وقد تم تسمية الروس الموجودون هناك تقريبا بالحيوانات أو غيره، حتى أن هذا الأمر لم يصل إليه بهذه التسميات التي قام بها يتسنوك أيضا، واعتبروا أن هؤلاء الناس ليسوا أناسا أو أشخاصا، فهذا يمكن أن يقوله شخص فقط غير واعي. وأنا أعتبر بأنه إذا كنت تعتقد بأنك روسي وتعيش في أوكرانيا وتريد أن تكون روسيا، هم قالوا يعتبرون بأنهم يمكن أن تسافر إلى روسيا، وهذا المنطق نفسه فيما عبر عنه يارش بنفس الطريقة. Да, ну и очевидно, мы сейчас видим, как говорится, маски сорваны.
وبالطبع الآن نحن نرى بأن الأقنعة قد تم خلعها عن الوجوه وأصبح كل شيء مرئيا كما يجب. والعالم الآن كله قد يتواجد الآن تحت ضغط ويعطى له الأوامر أيضا بالتعامل بنفس الطريقة مع الروس واللغة الروسية، فهذا الأمر أصبح واقعيا ونراه بشكل واضح. ولكن لا أعرف كيف أنهم سيغفرون لأنفسهم وذنبهم أمام التاريخ وكل الحقائق التي أتيت بها والأمثلة التي أخبرتكم بها الآن هي شيء بسيط مما يجري في الواقع. كل ما قمنا به ولكي لا تولي الأمور إلى هذا الحد ولكي لا يتم تصل أوكرانيا إلى هذه الدرجة، ولكن مطالباتنا كانت حقيقية. وهم دائما كانوا يقولون بأن هناك أي قوانين تثبت ذلك ولديهم الحق في هذا كله، فهذا أمر غير صحيح والقوانين موجودة ويمكنكم الاطلاع عليها. مثلا جيرجي فوني تريبكا فهما أصبح عرضة للاستهداف بسبب العقوبات. مشاركة هامة. كان هذا مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي أمام طلاب العلاقات الدولية في موسكو، والذي شرح فيه أبعاد الخطوة الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وألقى بالتأكيد باللوم على أطراف الصراع وبالأخص الاتحاد الأوروبي، وأن الأمر لا يزال حتى هذه اللحظة هناك محاولات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لإنهاء هذا الصراع. ونبقى مع الملف الأوكراني، حيث قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إرينا فيريشتوشكا إنه تم التوصل إلى اتفاق اليوم لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر فتح 9 ممرات إنسانية. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب صعبة وتصادمية في بعض الأحيان. وخلال كلمة مصورة أضاف زيلينسكي أن المحادثات تتحرك قدما خطوة بخطوة، كما أشار إلى أن 100,000 شخص يعيشون في مدينة ميربول في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء. وختاما تذكر بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي. بتوجيهات رئاسية، قوات مسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يعلن الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم، وبايدن يبحث ببروكسل اليوم خططا مع قادة أوروبا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا. مع الدوت إيجي هو موقعنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد. بعد قليل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، ابقوا معنا.